صديقه اسمع. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نبارك الأمة الإسلامية عامة وأهل العراق خاصة. بالنسبة للحلويات وسوق الحلويات هو من العادات القديمة، العراقيين أغلبهم أنه يتداولون الحلويات أكثر شيء بهذا الشهر الفضيل، ربما لأسباب عدة، بس بالأخص البامية الشكري أو الداطلي كما يسمونه، والزلابية واللقمة سحري والبقلاوة بشكل ثانوي. فاللي نلاحظه هاي السنة أنه الحلويات أقبال عليه أقل من السنوات الماضية، ذلك بسبب ارتفاع السوق بشكل عام وارتفاع الدولار وتذبذب الدولار، ارتفاعه ونزوله أثر على السوق وأثر على المكونات اللي يشتغل به المعامل بالحلويات، وهذا أكيد يأثر سلبيا على المواطن وعلى دخل المواطن. قبل الفطور يكون الزخم الكبير على الحلويات أو البقلاوة أو الحلويات بشكل عام، وتدريجيا يخف وراء الفطور يكون على شكل أفراد، يعني مثلا يجون. اولا اشكر حضرتك، احنا صار لنا بهاي المهنه ما يقارب يعني لستين سنه وراثي، يعني مو تقول جدد على المصلحه، وتقاليدها الخانقين انت تعرف هاي العصائر كل رمضان، احنا هذا شغلنا يعني الفقير المحتاج ننطيه انواع عصائر. عندنا 12 نوع من العصائر، اربع عصائر مرغوبه هي بخانقين كلش، او سته نقدر نقول انه مبصره تمر هند الزبيب الرمان، هاي شويه مفيده اثناء الناس من الصوم شويه، هاي الله يعوضها. وفقراء مجانا من فضل الله مسوينا احنا الفقراء عام خانقين، اي عوالم متعففه فقير ما عنده هذا الميز يجي ياخذ علاقه يحط شربت ويروح. والله لا بالعكس، كل سنه اكو فقراء واكو عوالم متعففه، فالفقير يصير عنده عزه نفس يعني الحمد لله والشكر من فضل الله يجي يمي، يعني ما يروح يم غيري لان يعرف معلق له علاقه وياخذ بيده اللي يريده، يعني شنو اللي يعني ما حد يحاسبه اصلا، ولدنا موجودين العمال يعرفون.
ما نحاسب اي فقير، فقير يجي هو بعلاقه يحط 100 يحط واحد ما نقول له ليش، لوجه الله وشهر فضيل. يعني اليهودي ارحم من التاجر اللي هاليوم موجود مني. يعني ما يفكرون بالفقير؟ اتغلي كل شيء، ليش بشهر رمضان لحم 13000 دينار هنا 20 21؟ يا صيام انت جاي فاطر على دم الفقير؟ دجاج يغلى، مخضرات يغلى، طماطه يغلى، باذنجان يغلى، هو احنا منا يجي بتيتا وطماطه من خانقين يفوت للبغداد؟ ها بغداد ارخص من خانقين، معقوله هذا؟ يا اخي ترى هذا ظلم ظلم. يعني انت تقول اني والله تروح، والله اني صايم اخي، روح افطر، شنو ده الصيام؟ انت بالحاجه تذب علي 1000 دينار؟ ماكو قانون. يعني انت تشتري صندوق طماطه تشتري ب 7000 دينار ب 22 كيلو، تنطي كيلو ب 1500؟ هذا تقول رمضان؟ يعني وين الفقير؟ وين المسكين؟ وين اللي ما عنده؟ وين حتى السله الغذائيه سنه صلق قلت، السله الغذائيه مال الفقير قلت. لو اثنين ثلاثه يروحون يصورون العالم بعلاقتين يصوروا يقشمروهم، لو ما ماكو. يا اخي سوي انسانيه، سوي يا اخي، دير بالكم على الفقير. الله الله بالفقير، الله الله بالفقير، والله كريم. احنا من نقول رمضان كريم على جميع أمة محمد. والله الفرق يكون شهر رمضان مفروض يكون الأسعار أقل. أكثر الناس يقولون والله التجار يساعدوه، يعني أبو جملة يساعدها، هذا الشيء لا بيد التجار ولا بيد أبو جملة ولا بيدنا احنا، هذا كله شغلة الحكومة. الحكومة هو الرئيسي، هو اللي يغلي السوق. زين هسه تعال على قمرك مال خانخين، زين يقول لك فلان ممنوع، فلان ممنوع، دجاج ممنوع، بيض ممنوع، لحم ممنوع، فلان ليش ممنوع؟ ليش ما تخليه يصب جوا على المود يرخص؟ زين هذا من يمنعه؟ بل على شو يصير بالسوق؟ يغلى السوق.
هو هذا المشكلة اللي عندنا. حتى الدولار منو صعد؟ المواطن صعده؟ التجار صعدوا الدولار؟ لا، هذا شغلة الدولة، ولا مواطن ولا التاجر ولا أبو الجملة عنده علاقة بهذا الشيء. بالعكس أبو الجملة يعني يخلي عليه مبلغ بسيط بحيث يربح، مو مثل الدولة. زين أنا هسه بعض مرات أشتري طبقة بيض وصل 7000 دينار. زين فقير منين يجيبها؟ 4 بيضات ب 1000 دينار، وين صار هذا الشيء؟ ماكو هيك شيء. زين منو صعده؟ التاجر ما عليه بهذا الشيء، التاجر ما معقول يصعد هذا السعر، هذا السعر كله من الحكومة ولا من التجار. كل سنة يعني يكثر الفقر، بطالة، شغل ماكو، عندنا هذا المشكلة الأساسي عندنا. زين هسه أنا من يكون السوق قوي ويكون رخيص، أنا أبيع أكثر، يكون رزقي أكثر، بيعي أكثر يصير. شلون ما بها يا أخي؟ نص العالم قاعد، شبابنا قاعدين بلا امل بلا شغل. يا لو تدور تسوي شرطه، لو تسوي بيشمركه، لو تسوي اسايش، لو تسوي حشد، ها، ولو ماكو شغل. يعني معقوله هاي؟ احنا منذري يمنا اهل خانقين ما مستفادين من عنده. حماله ما يوقع بيدهم، الله ما يقبل يا ابويا. وانت الشاب اللي يروح مثل هذول المساكين دي يشتغلون يبيع شربت حلو ومرتب وهذا، والله يروح يقايضه، والله شنو مو خوش شربت، مو زين، مريض، ما ادري. عم يخلي العالم تشتغل، خلي العالم تطلع لقمة خبز الجاهلة، والرزق على الله. والله السوق بخانقين فدنا واقف، لانه اسواق المواد غاليه، يعني الفقير ما يقدر يشتري كل شيء، واهل خانقين اكثرهم فقراء، يعني مو مليارديريه ولا، يعني كل من على قد حاله، الموظف اللي ياخذ كم دينار فما يقدر يشتري كل شيء. فنتمنى من الحكومه المحليه او من محافظه ديال او من الحكومه المركزيه شويه يدير بال على اسواق في خانقين. ايش اسواق فدنا؟ اللحم كيلو 20000، الطماطم البصل كيلو 2000 دينار، فالفقير ايش يشتري؟ اذا يشتري كيلو طماطم وكيلو لحم وكيلو بصل، هذا نص راتب، ربع راتب راح، ايش قد يرد لهذا يشتري؟ وتعرف هذا شهر رمضان شهر الخير وشهر البركه، لازم الفقير كل شيء ما ياخذ. اكبس هذا ذاك لما راح اشتري ماي بطنج يقول لي كيلو بطل 5000، ليش؟ والله الدولار صعد. ماي بطنج شعلي بالدولار، ماي بطنج يطلعونه من القاع ويغلوه ويسووا ماي، يقول لك الدولار صعد. كل شيء اثر على الفقير، كل شيء اثر على الفقير. والله اكو بس مو ديش، اكو مبادرات قليله، يعني مو ديش المبادرات، اكو يعني يسوون سلات غذائيه هاي ينطون للفقراء. اي
بس مو 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 ذيش يعني ما ينطي الشيء المطلوب يعني مو الشيء كله يغطي كل الناس مو يغطي كل الفقراء. والله اول شيء احنا نرحب بكم بالنسبه للرمضان، رمضان مبارك عليكم وعلينا على كل الاسلام. فبصراحه اني تصوري وقناعتي بانه رمضان هالسنه الصيام مو بالمثل قبل هوايه، وطبعا اكو اسباب، والاسباب من عندها الفقر يعني عدم الإمكانية، يعني اللي عائلة مثلا 4-5 صيام يعني الصايم طبعا يريد له أكل شوية أحسن أو أفضل من الأكل يعني أيام الاعتيادية. فلذلك إذا نشوف هسه بصراحة السوق كله صاعد، يعني اللحم هسه حاليا بخانقين عندنا يمكن أو أكثر المحافظات يعني 20 أو فوق 20 إذا لحم زين درجة أولى يجي وزنها، أو الدجاج يعني من 3,000-4,000 هسه ب 8,000 دينار. فمو كل العوائل تتمكن تشتريها، والعائلة إذا بيها 7-8 صيام يعني بصراحة يريدون أكل أكثر وأحسن وأفضل. فبسببه الدولار صاعد، يعني حتى الخضروات اللي هسه احنا ناخذها قبلها، يعني شوف كيلو برتقال ناخذها والله يمكن 3 كيلوات ب 2000 دينار، انا شنو اخذها وكلنا ناخذ، مو بس انا اقول اخذ، بس هسه حاليا البرتقال العراقي كيلو ب 2000 ونص 2000 وربع يعني فوق ال 2000 يعني، والمصري البرتقال المصري كيلو 1000 ونص يعني. بصراحه هذه اثر، والناس يعني تدري كلها ما متمكنه، يعني شوف الصيام هالسنه فرق ويا العام حتى بالعراق، يعني ليش؟ لان ماكو فد دعم حكومي قوي حتى مثل ما يقول الواحد يقدر يسيطر او يقدر يامن المواد اللي يحتاجها. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
بس بس هذا هو بس ليش بطحوة ليش رمضان شهر كريم، شهر فضيل، شهر مبارك. رغم أنه يرفع الأسعار من قبل الجشعين في شهر رمضان، ولكن الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه يقول يصفد الشياطين. فالحمد لله أهل الخير أكثر من الجشعين، فترى أكثر الناس يتبرعون بالطعام، وكذلك سفر إفطار الصائم، من أفطر صائما كان له مثل أجر الصائم. فلهذا أحبتي في الله، يعني في مساجدنا في خانقين الحمد لله منذ القدم يعني عندنا إفطار جماعي في كل مساجد، رغم بأنه في مسجد مثلا أكثر أو مسجد أقل أو هذا، ولكن مساجد الداخل في المدينة ومساجد يعني قرى تفرش سفر إن شاء الله لإفطار الصائمين، للصغير والكبير، للغني والفقير، لأن إفطار الصائم ليس للفقراء. رغم أنه الحمد لله الخيرين يوزعون مواد أيضا
غذائية على الفقراء، ولكن لا يبخلون بالمواد على المساجد المحسنين، ماء، لبن، تمر، طعام. الحمد لله، يعني مثل ما رأيتم اليوم الطعام ليس فقط طعام يعني عادي، لا، لحم، دجاج، كباب، كل هذا بجهود الخيرين. نحن في مسجدنا في جامع عمر أبو حفصة الحمد لله يعني ارتئينا كل عام نسوي طعام، يعني إفطار جماعي، لأننا قريبين على السوق على مود العمال وعلى مود المرضى، لأن قريبين أيضا على شارع الأطباء، يعني مرضى يجون حتى يكون لهم إفطار. فبفضل الله سبحانه وتعالى السفرة دائمة، وأيضا لا يبخل عنا صاحب يعني الذي وصى ببناء هذا المسجد المرحوم عمر عبد القادر، الذي وصى ببناء هذا الجامع، هذا الصرح الجميل في خانقين، والده لحد الآن أيضا لم يقصر، كل عام أيضا يبعث لإفطار صائم للمحسنين، وعدنا أيضا إن شاء الله في 10 الأواخر سحور. وعادات أهل خانقين جدا جميلة في شهر رمضان مبارك، يعني مثل ما قلت لكم صح أن الجشعين يرفعون أسعار الطعام، ولكن لا، البيوتات والجوارين يعني مرات تقعد على سفرة حتى في البيت، يعني ترى عدة أنواع الطعام، هذا من بيت فلان جيران، هذا من بيت فلان جيران، هذا من بيت فلان جيران، يعني الحمد لله يعني ماكو فرق بين الفقير والغني، لا، حتى أنواع الطعام وأنواع حلوى أي شيء يكون يوزع يعني في المحلات، في البيوت، في الدرابين، هذه شيء في خانقين أيضا جدا جدا جميل، وهذا إن شاء الله رد جميل وقوي للجشعين الذين يرفعون أسعار المواد في هذا الشهر الفضيل. هاي العمل الإفطار في كل سنة بالأخص في شهر رمضان قائمين على مأدبة الإفطار للمصلين والفقراء، ونشكر المتبرعين الخيرين الذي تعاونون معنا في هذه المأدبة. وإحنا هاي جامعنا جامع المركزي واجهة خانقين، يعتبر في كل سنة قائمين على هاي العمل الرمضانية، والحمد والشكر الفقراء أي المصلي الصائم يعني علينا جايين يفطرون براحتهم، والخير من الله، وخير من الله هو يعني زايد، الخير كل زايد، ونحمد ونشكر على هاي المساعدات المتبرعين أصحاب الخيرات والإحسان، ونشكركم. الحمد لله، شكر ما يقصرون، كل فئات الخانقين طيبين، كل شرائح بخانقين كلهم ناس محترمين طيبين، الحمد لله مجتمع متآلفين متعاونين في كل سنة بالأخص شهر رمضان. كل شيء متوفر، كل شيء جايبين متوفر، ماكو في يعني شيء نقص على المأدبة، من ألبان، من الكباب، من شوربة مثل ماشيين عليه في كل شهر رمضان كعادة. يعني أستاذ العزيز، عندنا هنا أجواء رمضانية كل سنة تزداد بالتبرعات، التجي من الناس في رمضان، الأكل والأموال التي تتوزع على الفقراء والمساكين من قبل الناس المتبرعين في خانقين، وسنة عن سنة تزداد هذه المبادرات في جامع عمر أبي حفص. شنو المبادرات الموجودة هنا؟ الإفطار حسب ما يعني يجيبون الناس تبرعات الإفطار هنا، وآخر 10 أيام بالسحور هم تتبرع العالم وتجي بما يكفي الناس يعني للسحور.